إنها العملية الأمنية الأكبر في منطقة البقاع اللبناني. مئات الجنود من وحدات التدخل في الجيش باشروا بتنفيذ الخطة الأمنية، والبداية كانت من بلدة بريتال. أميت أهلا وسهلا بالجيش اللبناني، بكل إنسان بيجي على بلدتنا الكريمة، ونحن منرحب بكل الجيش. بالنهاية نحن كلنا أولاد الدولة وكلنا أولاد الجيش، يعني إذا مش خيي ابن عمي، إذا مش ابن عمي بيي بالدولة. في كم واحد بالضيعة، كم واحد ما بيسوى نازعين صيت هالضيعة. تنفيذ الخطة الأمنية شمل مناطق وبلدات بقاعية عدة بحثا عن مطلوبين بجرائم مختلفة. وقد تولت المروحيات التابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني ملاحقة هؤلاء في الجرود الجبلية. كل أهل بريتال بيرحبوا بالجيش اللبناني، ونحن مبسوطين كتير بالخطة الأمنية، وأهلا وسهلا فيهم. نتمنى على الدولة اللبنانية مثل ما بتنحسب الخطة الأمنية على بريتال كمان تنحسب فرص العمل لشباب بريتال كمان. الجيش اللبناني نجح بمداهمة عشرات المنازل وقام بتوقيف بعض المطلوبين بموجب مذكرات توقيف. تقول مصادر أمنية لبنانية أنه لا تراجع عن تنفيذ الخطة الأمنية في مناطق البقاع الشمالي، وأن ملاحقة المطلوبين للعدالة ستستمر خلال المرحلة المقبلة بحثاً عمن يحاول تعكير صفو الأمن الاجتماعي في منطقة البقاع. من ساحة بلدة بريتال في البقاع اللبناني، عدنان غملوش، العربية.